أحكام قوانين المالية. للعلم فإن قانون المالية يعتبر بمثابة وحدة قياس والتقييم لمساعي كل دولة في كل ما يخص التحكم في التوازنات المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو. وهذا ما تهدف إليه الاستراتيجية الحكومية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وبرنامج عمل الحكومة من خلال ما نص عليه قانون المالية لسنة 2023، حيث تضمن سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي في إطار مقاربة جديدة للميزانية من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية. للتذكير فقد تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة على هذا المشروع سواء على مستوى مجلس الشعب الوطني أو على مستوى مجلس الأمة. فبالنسبة لميزانية الدولة المسطرة لهذه السنة، يتوقع القانون إيرادات تقدر ب 7901 مليار دينار، أي بزيادة 4% مقارنة مع السنة الماضية، فيما ستبلغ المدفوعات 13786 مليار دينار، منها 9767 مليار دينار مخصصة لميزانية التسيير. بالتالي فكلكم تعرفوها بأنها هي أكبر ميزانية منذ الاستقلال. أما بخصوص التعطيل الاقتصادي الكلي، فيستند هذا القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولار للبرميل وسعر السوق ب 70 دولار للبرميل، بالإضافة إلى إدراج عدة إجراءات تحفيزية نذكر منها على سبيل المثال الحصر، لأن الإخوة سواء ممثلي وزارة المالية أو وزارة التجارة سيقدمون كل التحفيزات وكل الإجراءات التي ستكون إن شاء الله مطبقة سنة 2023 تطبيقا لأحكام قانون المالية. أولا، تعريف أشكال إعادة استثمار الربح المستفيد من المزايا أو الإعفاءات في إطار النظم التحفيزية للاستثمار، التثبيتات المادية والمعنوية، سندات التوظيف المشاركة في الشركات والشركات الناشئة. ثانيا، مراجعة سقف الخصم للمصاريف المدفوعة نقدا بمبلغ 1 مليون دينار جزائري بدل من 800 ألف دينار جزائري كما كانت سابقا. ثالثا، مراجعة سقف خصم الرسب على القيمة المضافة للفواتير المدفوعة نقدا من 100 ألف دينار إلى 1 مليون دينار جزائري. رابعا، التمويل الإسلامي استفادت جميع الأرباح المحققة من حسابات الاستثمار في إطار التمويل الإسلامي من إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات. خامسا، المقاول الذاتي تطبيق معدل تفضيلي مقدر ب 5% من الضريبة الجزافية الوحيدة للمقاولين الذاتيين مع تسقيف سنوي يقدر ب 5 ملايين دينار جزائري كرقم أعمال، إلى غيرها من الإجراءات التي سوف يتكفل الإخوة في هذا اليوم الإعلامي بتقديمها وشرحها لكم. وللتعريف بهذه الإجراءات وغيرها سأترك المجال للإطارات التي ستنشط هذا اليوم الإعلامي والتي تشارك معنا بقوة من الإدارات المركزية للميزانية كما أسلفت سالفا، وضرائب إخواننا من جمارك تجارة وإخواننا من بنك الجزائر. يعني في هذا اليوم سيقدم إطارات هذه الهيئات مداخلاتهم فيما يتعلق بالإجراءات سواء كانت ضريبية، ميزانيتية، جمركية، تجارية أو مصرفية. وبالتالي أنا أشكرهم جزيل الشكر على تكرمهم وتفضلهم لتقديم هذه الأشياء لإخواننا رجال الأعمال. السيدات والسادة الحضور الكرام، لا يسعني في الأخير إلا أن أتمنى أن يبلغ هذا الملتقى أو اليوم الدراسي الغاية المنشودة في تنوير المشاركين وكل الفاعلين من خلال اطلاعهم على كل الجوانب والمضامين التي جاء بها قانون المالية لهذه السنة، والتي أرادها السيد رئيس الجمهورية سنة 2023 أن تكون
سنة لتعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات، سنة لتعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات، ويعتبر قانون مالية ل 2023 ومختلف القوانين التي صدرت في سنة 2023 فيما يتعلق بسنة استثمارية، سنة اقتصادية، هي سنة لتعزيز إن شاء الله في 2023 وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات. لذلك قبل ما أختم أتمنى لكم إن شاء الله يوم دراسي يعني ناجح بكل المقاييس، خاصة أنا أدرك وأنا على يقين بأن الإخوة الذين سيقدمون المداخلات سواء من كل القطاعات هم على دراية تامة بما تحمله أو ما يحمله قانون المالية لسنة 2023 من الإجراءات تصبو في المغزى الذي أراده السيد الرئيس لهذه السنة. وبالتالي فقانون المالية ل 2023 فهو قانون جاء من أجل أن يكرس هذا المسعى الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه في برنامجها المستمد من التزامات السيد الرئيس. لذلك أتمنى للإخوة خاصة رجال الأعمال أن تكون هذه المداخلات التي ستقدم من إطارات وزارة التجارة، وزارة المالية والبنك المركزي إن شاء الله ستكون مداخلات قيمة ستلبي وتجيب على كل تساؤلاتكم وكل تطلعاتكم من أجل أن تكون سنة 2023 سنة خير، سنة بركة، سنة يتم تعزيز وتحقيق ما هو مسطر من طرف الحكومة. إذن أتمنى لكم مؤتمر، ملتقى، يوم دراسي كما تريدون ناجح إن شاء الله بكل معايير. ولذلك في النهاية أجدد تشكراتي للغرفة، كل إطارات الغرفة، وأجدد تشكراتي لكل إدارات التي ساهمت في إنجاح هذا اليوم الدراسي، وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد كمال. إذن مشاهدينا تابعتم النهار، منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك، أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك، أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.